في عناوين النشرة. الاحتلال يصعد عدوانه بعد أسر القسام ضابطاً إسرائيلياً جنوب غزة. والأمم المتحدة وواشنطن تدعوان إلى إطلاق الأسير من دون شروط. في الخاص، فلسطينيو الموصل تهجيران في عمر واحد. وصيحكم مسلم بكفي أنا. حزب الله والجيش السوري ومعركة الشطرنج في القلمون. وفي النشرة، رحيل نجم الكوميديا العربية. قرص ابن المعلم الزلاتي اتهزم يا رجالة. سلام سلام يا صاحبي، سلام سلام يا صاحبي. من قناة الجديد في بيروت، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية. تجندت الولايات المتحدة الأمريكية في فريق الدفاع الإسرائيلي لإدانة المقاومة الفلسطينية على أسرها جنديا إسرائيليا. ومكافأة الحرب أمريكيا جاءت عبر إقرار مجلس الشيوخ بالإجماع مبلغ 225 مليون دولار كتمويل عاجل لمنظومة القبة الحديدية في إسرائيل. لكن القبة ليس بمقدورها اعتراض عمليات الأسر التي سجلت اليوم هدفا ذهبيا. هادار جولدن ضابط إسرائيلي يؤنس وحدة ابن صفه شاول أران. أسيران لدى المقاومة الفلسطينية في حرب صرخت فيها إسرائيل أولا وفوضت إلى جون كيري البكاء عند أبواب العرب والأتراك لتحريك التفاوض وتقديم مساعدة عاجلة للإفراج عن الأسيرين. لم تشأ تل أبيب الاعتراف أولا بنبأ فقدان الاتصال بأحد ضباطها، وفرضت العتمة على الخبر قبل أن تعلنه تماما، كما فعلت مع الجندي أران الذي أسرته طي الكتمان لأنها تعيش عقدة الخوف من رد فعل مجتمعها. ومجتمعها بدوره أسير الرعب من الصواريخ، من الأنفاق، من الجن الفلسطيني الذي قد يخرج لها من تحت الأرض. سكان المستوطنات القريبة من غزة هجروها لأن من ينقض على جنود في مواقعهم العسكرية لن يعصى عليه التسلل إلى المستوطنين من نفق عميق ويأتوهم من حيث يحتسبون. وباء الرعب انتشر في مستوطنات متاخمة للحدود مع لبنان، فقرقعة حفر الأنفاق هلع يعيشه المستوطنون مثل كوابيس الليل، وباتوا يسمعون أصوات حفر الخنادق ويتهيأ لهم أن رجالا من عند الله يسكنون تحتهم وسيصلون إليهم ذات سواد ليل. هذا الخوف العام خسارته تضاهي خسارات العدوان على غزة التي تقترب من 4 مليارات دولار في أقل من شهر. ورعبا تعتمد إسرائيل أسلوب إخفاء الحقائق وتعلن خسائرها بالتقسيط، جنودا قتلى وأسرا وصواريخ وقبة فاشلة وتصريحات متناقضة، فيما تختار حماس والجهاد إعلان الحقائق والشفافية حتى في عدد شهدائها. تلجأ إسرائيل إلى التهويل وتهديد أهل القطاع المحاصر بأصوات أمريكية، من كاري إلى جيفري فيلتمان الذي قال إن عملية أسر الجندي ستؤدي إلى تطورات خطرة. لكن ما همك يا غزة من هدير البحر؟ وعلى البحر الطويل في السياسة اللبنانية، الفراغ يدفع الجيش إلى احتفال مغلق لمناسبة عيده 69، والفراغ نفسه سوف يفرض خيارات أحلاها مر التمديد. لكن ثقوا بالرئيس نبيه بري الذي جزم قائلا: ما حدا يحكيني بالتمديد، دولته محق، فلن يتجرأ ابن مجلس أن يحكي بالتمديد أمام الرأي العام، لكن عندما تحين الساعة سوف يكتفي برفع الأيدي. وصدق، والبقية على مجتمع الرمي بالبندورة في الخارج.
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أننا سنستمر في محاولة تطبيق الهدنة إذا تمكنت حماس من الالتزام بها، مؤكدا بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة، وشدد على ضرورة إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي من دون أي شروط، وقال إذا استطعنا وقف القتال في قطاع غزة سيكون هناك حل ينقذ الأرواح ويحقق أمن إسرائيل. طالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بمساعدة عاجلة من قطر وتركيا للإفراج عن الجندي الإسرائيلي، واتهم حركة حماس بانتهاك الهدنة من خلال قتل جنديين إسرائيليين وأسر ثالث، مطالبا المجتمع الدولي بمضاعفة جهوده لوضع حد للهجمات ضد إسرائيل وتوقيف هذا النسف بين حماس وإسرائيل. وأعلن كيري أنه اتصل برئيس الوزراء العدو بنيامين نتنياهو وبالمنسق الخاص للأمم المتحدة في المنطقة لمناقشة الوضع. بدوره أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان أن الهدنة في غزة دامت 90 دقيقة فقط، معتبرا أن الفلسطينيين يعيشون مأساوية بسبب نقض الهدنة، ورأى أن عملية أسر الجندي الإسرائيلي ستؤدي إلى تطورات خطرة، موضحا أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون دعا إلى إطلاق سراح الجندي لمحاولة تجنيب الفلسطينيين الرد الإسرائيلي. فيما أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن بان كيمون طلب من حركة حماس إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الذي قامت بأسره في غزة فورا ومن دون شروط، وأشار في بيان إلى أن انتهاك وقف إطلاق النار في غزة يعيد النظر بصدقية الضمانات التي قدمتها حماس إلى الأمم المتحدة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية هذا المساء سقوط 160 شهيدا فلسطينيا، ليرتفع إلى 1600 إجمالي الشهداء منذ بدء العدوان على غزة، فيما استهدف القصف الإسرائيلي العنيف مناطق واسعة في القطاع إثر إعلان المقاومة الفلسطينية أسر ضابط إسرائيلي في عملية نوعية جنوبي غزة. استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف شنه العدو الإسرائيلي على غزة، ولا سيما على منطقة رفح، حيث وقعت مواجهات مع عناصر من جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية أسفرت عن مقتل جنديين باعتراف جيش العدو الإسرائيلي، إضافة إلى أسر جندي إسرائيلي قرب معبر كرم أبو سالم. تبين لاحقا أنه ضابط في كتيبة مشاة في وحدة جعجاتي الأكثر تدريبا في جيش الاحتلال ويدعى هدار جولدن. وعقب هذه المواجهات حاولت حكومة العدو التذرع بخطف الجندي لتبلغ الأمم المتحدة انقضاء الهدنة، متهمة حماس بخرقها، إلا أن الحركة أكدت على لسان عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق أن عملية أسر الجندي جرت قبل دخول التهدئة حيز التنفيذ. عسكريا أيضا عرضت كتائب القسام فيديو أظهر كيفية استهداف عناصرها دبابة ميركافا فجرت بعبوة ناسفة عند جبل الريس شرقي منطقة التفاح في القطاع. وظهرت في الفيديو أيضا صور للعدو الإسرائيلي وهو يخرج جرافة معطوبة استهدفت شرق خان يونس. وفي الضفة الغربية انطلقت بعد صلاة الجمعة في معظم المدن مسيرات ضمت المئات من الفلسطينيين تنديدا بالهجوم على قطاع غزة، تخللتها مواجهات أسفرت عن مقتل شاب وإصابة آخرين في مدينة طولكرم، في حين جرح عدد من الفلسطينيين في مواجهات مماثلة في الخليل. إلى ذلك خرج آلاف الأردنيين في تظاهرة جابت شوارع العاصمة دعما لغزة، ورفع فيها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وطالبوا الأردن بإلغاء معاهدة السلام مع العدو الإسرائيلي. وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن ومدينة نيويورك اعتصامين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتقلت الشرطة عددا من ناشطي السلام حاولوا إقامة حاجز بشري أمام بوابة السفارة الصهيونية لمنع دخولها والخروج منها حتى يوقف العدو عدوانه على غزة، واستعملوا شواهد ودمى ملطخة بالأحمر لإبراز استهداف إسرائيل المدنيين في غزة وقتل مئات الأطفال. وردد الناشطون شعارات تطالب إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتوقف عن توفير الغطاء السياسي والدبلوماسي لسلطات الاحتلال. فترة الهدنة التي لم تدم في غزة سمحت للكاميرات برصد تفاصيل أكثر عن الهمجية الإسرائيلية. بيت حانون نموذج.
هذه بلدة بيت حانون أقصى شمال قطاع غزة، ما إن بدأ سريان التهدئة الإنسانية حتى دخلناها مع جموع المواطنين الذين كانوا قد نزحوا منها. مشاهد مروعة لدمار هائل أتى على كل المنازل والممتلكات، وصدمة كبيرة استقرت على وجوه أصحابها. في عنا شهداء من قرايبنا، من اخوتنا، من اولاد اخونا، من اولاد عمنا، يعني من جميع البلد، من نسيبنا، يعني شهداء، يعني اكثر من 200 شهيد في بيت حانون لحالها، واكثر من 2000 جريح، غير اكثر من 3000 منزل تدمير كلي. البلده الزراعيه اصبحت اثرا بعد عين، لم يبقى فيها شيء على حاله. قذائف المدفعية حرقت الأرض وأسقطت كل جدار. هي البلدة نفسها التي لم تحترم إسرائيل حرمة مستشفاها واستهدفته بالقصف، كما ارتكبت فيها مجزرة في مدرسة للأونروا راح ضحيتها أكثر من 15 من النازحين. دار ماي دار ماي دار ثلاث دور دوق دار ودكان تبني دكان تبني كله مكسر، كله جيرانه، كله خربان، فيش حاجة، إيش خربان؟ البير المي بنشرب منه، بنشرب منه بزق العالم كلها، وشجرنا خربان، كله رايح، كله رايح، مدمر، دمر الله يدمرهم. وبينما كان المزيد من المواطنين يتدفقون إلى المكان في الساعات الأولى للتهدئة، حتى جاءتهم الأخبار من رفح أقصى جنوب القطاع عن مجزرة تحدث هناك وانهيار مفاجئ للتهدئة بعد أقل من 3 ساعات على سريانها. ألقوا نظرة أخيرة ثم انسحبوا إلى حيث نزحوا. وجدت البيت اللي أنا مجوز فيه، ولادي اثنين جديد، بني جديد، ومكلفني كثير، يعني كل فلوسي اللي أنا اللي كنت محوشها كلها حطيتها في البيت هذا، جيت لقيت اللي إشي ما فيش إشي صالح فيه، العفش كله خربان، الشبابيك كله خربان، كل إشي سطح مضروب، غرفتين. بلدات بأكملها مسحت تماما، وبيوت بذل أصحابها لسنوات طويلة جهدا وعرقا كي يشيدوها صارت كومة من حطام. هذا هو أكبر الإنجازات العسكرية الإسرائيلية في الحرب، قنابل شديدة الانفجار تسقط مباني صماء وتستقوي على لحم المدنيين العاري، وهو إنجاز لا يغير شيئا بالمعنى العسكري لهزيمتها أمام رجال المقاومة حين الاشتباك المباشر. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين. حزب الله يقارع داعش والنصرة في القلمون في معركة شطرنج. ماذا يجري في سلسلة جبال لبنان الشرقية؟ هل نحن أمام معركة القلمون الثانية؟ وهل صحيح أن داعش على الأبواب؟ كل هذه الأسئلة تجيب عنها الوقائع الميدانية من هناك. الصحيح أن هناك معركة، ولكن شح المعلومات والصور جعل الصورة ضبابية عن حجمها ومن يدير دفة القتال هناك. جبهة النصرة حتى الساعة هي عصب المقاتلين الأساسي، وإن كان عشرات المنتمين إلى كتائب إسلامية أعلنوا ولائهم للخلافة الإسلامية في الأسابيع الماضية. وهذه الصور الخاصة بقناة الجديد تظهر الجيش السوري وحزب الله يستهدفون تجمعات المسلحين في جرود فليطة ورأس المعرة، ويصدان محاولة تسلل المسلحين من جرود الجبي المتصلة بجرود عرسال. وتظهر غارات جوية للطيران السوري توقع أكثر من 20 قتيلا، إضافة إلى القصف المدفعي ونقل عشرات الجرحى إلى المشافي في عرسال. عرسال إذن هي ما تبقى للمسلحين كطريق أساسي للإمداد بعد هروبهم من جميع القرى والبلدات في القلمون ولجوئهم إلى جرودها وجرود السلسلة الشرقية. بالنظر سريعا إلى خريطة القتال في القلمون نرى أنها معركة شطرنج أو مربعات بين الجيش السوري وحزب الله من جهة وداعش والنصرة من الجهة الأخرى. المربعان الأساسيان هما مربع جنوب الطفيل إلى الزبداني حيث معقل المسلحين، والمربع الثاني والأكبر والأهم هو عرسال في مقابل السلسلة اللبنانية والمعابر، حيث تناقص عدد المقاتلين فيه من 4000 مقاتل إلى 2500 مقاتل بعد المعارك الأخيرة من الجهتين اللبنانية والسورية. لكن هذا المربع أيضا قسم إلى أكثر من مربع وهو مقفل، فبعد طرد حزب الله المسلحين من الطفيل وجرودها ومن جبل وقلعة النمرود وسيطرة الجيش السوري من جهة القلمون على بعض الجرود، جرى الفصل عن الزبداني،
وفي هذه البقعة التي تمتد على مساحة 100 كيلومتر مربع لا تجد من الجهة السورية منافذ، وقد أقفلها حزب الله والجيش السوري بأحكام من القصير إلى البريج وقارة وعسال الورد والجب وفليطة وصولا إلى رنكوس والطفيل بخط 136 كيلومترا من السلسلة. ومن شمال القصير إلى جنوب الطفيل وسهل رنكوس كل المعابر مسيطر عليها بالنار وبعضها السيطرة عليه تامة. أما على الجانب اللبناني فهناك الجيش اللبناني وحزب الله. هذا كله لا يجعل من المعركة سهلة نظرا إلى الطبيعة الجغرافية الصعبة لهذه الجرود ووجود ممرات جبلية وكهوف، ولكن هل يقول حزب الله لداعش والنصرة قريبا في معركة القلمون الثانية كش ملك؟ رامز القاضي، قناة الجديد. عشائر دير الزور تنتفض على تنظيم داعش واشتباكات عنيفة بين عشيرة شعيطات في ريف دير الزور ومسلحين من التنظيم. في تحرك هو الأول من نوعه ويؤشر إلى انتفاضة على حكم داعش، وقعت اشتباكات عنيفة في بلدة الكشكي بين عشيرة الشعيطة في ريف دير الزور ومسلحين من داعش. وأكدت المعلومات أن القيادي في داعش أبو عمر الشيشاني يقود بنفسه محاولة إخماد تمرد العشائر، ولاحقا أعلنت العشيرة سيطرتها على منطقة العشارة في ريف دير الزور. أما أسباب الاشتباكات فتضاربت، إذ تداولت صفحات داعش على موقع تويتر رواية تفيد أن بعض أفراد العشيرة المتنفذين كانوا يستفيدون من بيع النفط قبل سيطرة داعش، وقد عملوا لتأجيج الوضع أملا بالعودة إلى سابق عهدهم وبدعم خارجي من الاستخبارات الكويتية والسعودية. في المقابل أكدت رواية الشعيطة أن مسلحي داعش كانوا البادئين بالعدوان، إذ اعتقلوا 3 من أبناء العشيرة. وقد هاجم مسلحو الشعيطات مقرا للتنظيم في بلدة الكشكي ودورية في بلدة أبو حمام، ما أدى إلى مقتل عدد من أفرادها والقبض على أحد الأمراء الشرعيين ويعرف باسم أبو جليبيب الديري، كما نصبوا عددا من الحواجز وأعلنوا المنطقة خارجة عن سيطرة التنظيم، في حين وجه تنظيم داعش إنذارا إلى وجهاء الشعيطات بوجوب تسليم من وصفتهم بالغادرين، وأغلق معظم الطرق المؤدية إلى المنطقة. وحاول عناصر التنظيم اقتحام بلدات أبو حمام والكشكي والجرانيج، إلا أن محاولاتهم أحبطت ما أدى إلى استدعاء مزيد من عناصرهم. أهلا بكم من جديد. قائد الجيش ولمناسبة الأول من آب يؤكد البقاء على العهد بالحفاظ على لبنان واحتفالات في مختلف المناطق. في عيد الجيش شدد قائده العماد جان قهوجي أن الأول من آب تاريخ لن يمحى من ذاكرتنا، مضيفا أن عيد الجيش باق ونحن مصرون أن نحتفل به لأن الجيش هو الحق وأمل الناس. وتابع قهوجي في أمر اليوم للعسكريين لمناسبة عيد الجيش 69 أن الظروف الصعبة التي تمر بها وشغور موقع الرئاسة فرضا علينا أن نلغي الاحتفال المركزي وتقليد الضباط المتخرجين، فرئيس الجمهورية وحده من يرعى هذا الاحتفال. وضع الجيش ممتاز ورح نقويه أكثر بوجودكم، أنتوا الدم الجديد، وضعنا بعيده ممتاز، مرقنا بمحنة كبيرة، قدرنا زمطنا فيها بسبب شغل الضباط والعسكريين، إنا بأمور كثيرة حافظنا على لبنان بعد علينا مسافة لازم نقطعها، أنا مقتنع وأكيد وعندي كل التصميم إنه هالمرحلة اللي جاي بدنا نقطعها وبده لبنان يمرق بأقل خسائر ممكنة مرحلة خربطة بالمنطقة كلها، ما حدا بيعرف لوين رايح بالضبط. عندي هدف إنه أنا بهالمعمعة هيدي أحفظ لبنان. لبنان ما بينحفظ إلا إذا كان جيشه قوي وموحد وعقل واحد، والحمد لله هالشي هيدا موجود. وفي قاعة المؤتمرات في دبي أقيم حفل إطلاق عناوين وثيقة حماية الاعتدال لمناسبة عيد الجيش 69 وسط حضور حشد من النواب والوزراء والشخصيات القضائية والإعلامية، وألقيت عدد من الكلمات التي أشادت بالجيش ودوره في حماية السلم الأهلي وترسيخ الاستقرار. لا داعش ولا أخواته يمثلون الإسلام، هؤلاء لا يمتون للإسلام بصلة، فلا إسلام متطرف بل إسلام واحد، إسلام الرحمة والاعتدال، إسلام الشورى والديمقراطية، إسلام حرية احترام حرية الإنسان والخيار الحر. المواجهة مع هؤلاء وأمثالهم يجب أن تقوم وهي بدأت فعلا،
على امتداد العالمين العربي والإسلامي من المملكة العربية السعودية إلى مصر وسوريا والعراق ولبنان، فهم وجدوا كتركيبة مشبوهة تشوه صورة الإسلام، والمواجهة معهم تقوم على المشاركة الإسلامية المسيحية وعلى قاعدة مواجهتهم باعتبارهم جزءاً من منظومة الاستبداد. الاحتفالات بعيد الجيش توزعت على مختلف الثقنات العسكرية في غير منطقة، حيث أحيت منطقة الشمال العسكرية العيد في احتفال أقيم في ثكنة بهجة غانم في القبي في طرابلس. وفي باحة ثكنة محمد صغيب في صيدا أقيم احتفال للمناسبة حضره عدد من النواب والشخصيات الدينية والأمنية. وفي ثكنة أبلح أقيم أيضا احتفال تخلله عرض عسكري لعدد من الوحدات العسكرية، وخلال الاحتفال وضع قائد منطقة البقاع العميد علي مهدي إكليلا من الزهر على نصب الشهداء. أكد الشيخ حسين عطوي الذي كان موقوفا بتهمة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بعيد إخلاء سبيله، أكد أن ما فعله هو دفاع عن الوطن وهذا حق مشروع. أنا رجل من هذا الوطن وأريد أن أدافع عن كرامة هذا الوطن. العدو الإسرائيلي يستبيح سماءنا وأرضنا في كل يوم وفي كل وقت، وبالتالي أنا من حقي ومن ضمن البيان الوزاري ومن ضمن كل شروعة حقوق الإنسان وشرعة الشعوب المقهورة، الشعوب التي تحتل أرضها، أن يدافع عن حقه وعن أرضه. ومن هذا المنطلق أنا خرجت في عملي لا أكثر ولا أقل، لا أكثر ولا أقل، ودفاع. وفي هذا الجو المحتقن الذي يحصل في غزة وفي فلسطين، كانت المبادرة مني مباشرة، ولم تكن لا باتجاهات لا هنا وهناك ولا 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 بالتقاطع مع أحد على الإطلاق. أنا أمي شهيدة قتلها اليهود، أنا أمي أبي لملمها أشلاء، فكيف لا تريديني أن أدافع عن أرضي في لحظة من اللحظات؟ حينما أتمكن من ذلك سأدافع عن أرضي. ماذا جرى بالنسبة للصاروخ اللي انفجر بالقرب منا؟ يعني الصاروخ اللي انفجر بالقرب مني هذا قدر الله عز وجل، ربما حصل خلل في الصاروخ أو في جهاز التحكم في الإطلاق هو الذي أدى لهذا الأمر، وكنت أنا أعده وأحضره ولكن ما شعرت إلا وأني في الأرض. شدد وزير الصحة وائل أبو فاعور على أن الوزارة تقوم بكل الإجراءات الضرورية للحيلولة دون انتقال مرض إيبولا إلى لبنان. أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور بعد الاطلاع على إجراءات الوزارة في مطار رفيق الحريري الدولي تحسبا من فيروس إيبولا أن الوزارة تقوم بكل الإجراءات الضرورية وتتقدم أحيانا على ما توصي به منظمة الصحة العالمية للحؤول دون انتقال المرض إلى لبنان. كل الشركات الطيران سيتم التعميم عليها، خاصة شركات الطيران التي تنقل مسافرين من الدول التي تصنف موبوءة، يعني سيراليون، ليبيريا وغينيا. بأي طريق أجوا فيها بأي شركة طيران سيتم التعميم عليها بأنه على طاقم الطائرة أن يبلغ عن أي حالة بيشعر فيها عوارض لهذا الفيروس، يعني تقيؤ، حرارة، أي عوارض يجب إبلاغ الدولة اللبنانية عن هذا الأمر، وبالتالي أي مريض يشتبه بأنه يحمل هذا الفيروس يتم عزله بمرحلة أولية ثم يتولاه فريق عمل وزارة الصحة في المطار. بنفس الوقت هناك إجراء آخر يتم تطبيقه من فترة طويلة اللي هو كاميرات الحرارة. واستبعد أبو فاعور أن يصل الفيروس إلى لبنان لأن المريض لا يمكنه أن يسافر نظرا لسوء حاله الصحية بسبب عوارضه. صفحة أخبار محلية في هذا التقرير. سلسلة الرتب والرواتب كانت محور اللقاء بين وزير المال علي حسن خليل ووفد من هيئة التنسيق النقابية، وفي الحصيلة أن النقاشات عادت إلى نقطة الصفر مع استمرار التباينات في مضمون السلسلة وأرقامها. إذا اتفقنا على السلسلة وصرنا بمرحلة الإقرار بنقول على كل الأبواب تبع السلسلة بيتم تخفيض 10% لتخفيض نسبة العجز الكبير اللي ممكن يترتب على إقرار هذه السلسلة على المالية العامة. إذا أقرينا هذا المشروع اللي بندينا بدال ما تزيد عجز الموازنة، بدال ما نعمل أزمة بوضعنا المالي، نحن تزيد الواردات عنا وبالتالي حيخف العجز حوالي بين 700 و 750 مليار ليرة لبنانية. هو أنه نحن هذا النقاش بعده لبل عاد للمربع الأول، يعني على نقطة الصفر. وبدي أقول هون للتوضيح اللي عم يتناقش بين المعنيين
بالسقف اللي عم ينطرح من خلاله وبيناتهم هيئة التنسيق النقابية ضده. أسف الرئيس ميشيل سليمان لمرور عيد الجيش هذه السنة من دون وجود قائد أعلى للقوات المسلحة يقلد الضباط وسيوفهم ويقودهم بخبرته وحكمته إلى بر الأمان، وأمام وفد من ضباط قيادة الجيش هنأه بعيد الجيش كرر سليمان دعوته إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، لأن الفراغ في سدة الرئاسة يرهق الجسم اللبناني ككل ويسهم في إضعاف موقع الرئاسة فيما المطلوب تقويته. ومن زوار سليمان وزير العدل الأشرف ريفي. بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي على رأس وفد، أشار رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة إلى أنه أبلغ الراعي أن عدم انتخاب الرئيس أحدث فراغا قاتلا، وأن لا شيء يملأ الفراغ الذي أحدثه غياب الرئيس، ولا يوجد أي أولوية على انتخاب الرئيس. ونقل السنيورة رسالة دعم من الرئيس سعد الحريري إلى البطريرك. يعني في هناك فراغ أحدثه عدم انتخاب الرئيس الجمهورية، وفراغ قاتل وفراغ مضر، ولا شيء يمكن أن يحل مكان هذا الدور الذي يلعبه فخامة الرئيس. حتى الآن نجد أن هناك من يعطل هذه الجلسات ولا يسمح بأن يتوفر النصاب في هذه الجلسات، وبالتالي نحن وقعنا في المحظور وما زلنا مستمرين. وفد المستقبل برئاسة السنيورة زار لاحقا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي، وشدد الرئيس السنيورة على أن عدم انتخاب رئيس يشرع الأبواب أمام الشرور الآتية من الخارج. تابع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام موضوع اللبنانيين ضحايا حادث سقوط الطائرة الجزائرية في مالي، واطلع من وزير الخارجية جبران باسيل على آخر المعطيات المتوافرة عن التحقيقات وعمليات البحث الجارية هناك وما تقوم به البعثة اللبنانية رسمية في مالي. وبحث سلام في الأوضاع الأمنية على الساحة المحلية مع النائب هادي حبيش، والتقى النائب سيمو أبيرامية وتداول معه الاستحقاقات المنتظرة إضافة إلى تطورات الوضع في المنطقة. في الموصل فلسطينيون اضطروا إلى النزوح إلى أربيل، نزوح لمرتين رصدته الزميلة رشا الكرم من كردستان العراق. أينما وجد الفلسطينيون يعانون، في فلسطين يظلمون، وفي غزة يقتلون، وبعد هجرتهم من الموصل يستغيثون. مو عربي أنا، مثلهم فلسطيني أنا، مسلم، وأصيح أقول مسلم بكفي، أنا مو عايش، دمار بكفي، هاي الدول العربية تدمرت، والشعب الفلسطيني والشعب العراقي أخواننا، إحنا فلسطينيين وعراقيين، وين نروح؟ حكوا لي إنه لطالما أنت فلسطيني يعني توجب عليك إنه تعطينا أولادك عشان يقاتلوا معنا. ليه واجب عليك؟ قالوا لي إنه أنت فلسطيني أولاً ما عندك أرض ولا عندك هوية، ونعرف إنه أنتوا هنا مهمشين بالعراق ومظلومين، فإحنا إن شاء الله راح نصنع لكم وطن، إلكم وطن إلنا، يعني هذا راح يكون، وراح نعطيكم جنسية، بس أنتوا لازم تتعاونوا معنا، لازم أولادكم يقاتلوا معنا. كم ولد عندك؟ عندي أولاد 2. قالوا لي، قلت لهم أنا هذول أولادي ما يعرف يقاتلوا ولا عمرهم ما حملوا سلاح، حكوا لي إنه إحنا راح ندربهم أحسن تدريب، وراح تكون أنت فخور بيهم، راح نصنع منهم أبطال. تقلت لهم؟ قلت لهم طيب ما في حدا يعينني أنا، بس عندي هذول أولاد 2 هم اللي يعينوني، يعني أنا همين شوي مريض. قالوا لي أنت ما تشيل هم، يعني إحنا رح نعطيهم رواتب مليحة ونعطيك راتب مليح، بس يبوس التراب فلسطين تسا ملك الدنيا بلدي، وحتى لو أموت فيها شرف وطني. الله ينتقم من كان السبب. التهجير الثاني، فمن محافظات الموصل ونينوى وتكريت نزح الفلسطينيون إلى مخيم خازر في أربيل العراق،
الأطفال هنا عطش يبللون لسانهم بقطرات المياه ويحملون على أكتافهم مصدر عيشهم. أما الكهلة فلا حول لهم ولا قوة، يعيشون بين مطرقة الحرارة المرتفعة وسندان الأحداث الأمنية بانتظار التهجير الثالث. من إربيل العراق، رشا الكرم، قناة الجديد. أهلا بكم من جديد. الموت يغيب النجم سعيد صالح بعد صراع مع المرض. قرص ابن المعلم الزناتي اتهزم يا رجالة. العيال كبرت، العيال ماتت، وهو من جيل عيال تشيطنت على المسرح ودخلت كل بيت. على مستوى نظري أيام ما كان لي نظر شفت إيه؟ خير، اللهم اجعله خير. رفيق الضحكة الصالحة لكل زمن، وسعيد من كان على زمنه. عملت ايه يا حبيبي؟ قلت لهم ابويا متوفي وعاجز عن العمل. ابويا متوفي وعاجز عن العمل وبيمشي على عكاكيس كده. اغمضت البسمة عيونها مع رحيل سعيد صالح، الابن الصايع في مدرسة المشاغبين والاكثر صياعة في العيال كبرت، وصاحب عادل امام وشريكه المضارب في الكثير من الاعمال. والله على صاحبي. الله، انت غيرت سجايرك؟ طول عمري بشرب. هو من صف تمرس في التهكم والسخرية والكوميديا الخالصة، العفوية أحياناً والمأخوذة من نبض الشارع المصري وأهل الزقاق والحواري ومن مرابع الفقر والتهميش والتمرد على الحال، فكان المشاهد يناصره حتى ولو أتاه في السينما على شكل سارق نشال متزعم لعصابة أو شيخ طريقة. رمضان جانا وفرحنا ما شاء الله. صباح الخير يا فاضل يا غير محترمين. يا رب خلي بابا ويقوي صحته واديه يا رب دايما على قد جزمته. 76 عاما لم تكن كلها ضاحكة بالنسبة إلى سعيد صالح. اقرا. من زمان الواحد ما قراش جوابات. وما كان تمثيلا جاءه في الواقع، فسجن واتهم بتعاطي الحشيش وعارض رؤساء جمهوريات وشاغب على المسرح السياسي كما في مدرسة المشاغبين. ايوه اخ منك انت اخ. حطي كالونيا. حطي كالونيا ليه؟ حطي كالونيا ليه؟ بتتكلين لمين؟ حطي كالونيا. حطي كالونيا. حطي جيتو. ولد سعيد صالح عام 1938 وعمل في أكثر من 500 فيلم وأكثر من 300 مسرحية، وهو كان يقول دائما: السينما المصرية أنتجت 1500 فيلم، أنا نصيبي منهم الثلث. حصل على الليسانس الأداب عام 1960، وتعرض عام 2005 لألم حادة في القلب بسبب ضيق في 3 شرايين. مش هشوفك تاني. سلامة صاحبي. سلام سلام يا صاحبي. سلام سلام يا صاحبي. سلام سلام يا صاحبي. الفنان قاذم الساهر يضيء في هذه الأثناء سماء مهرجانات بيت الدين الجديد. تعرض عليكم المشاهد الأولى مع مقابلة خاصة أجراها الزميل شادي خليفة مع الساهر والسيدة نورة جنبلاط. الله أكبر من سماسرة الحروب على الشعوب وكل تجار الدم. الله أكبر من دمار الحرب يا بغداد والزمن البغير الظالم. الله أكبر من سماسرة الحروب على الشعوب وكل تجار الدم. بغداد لا 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 تتألمي. بغداد أنت في دمي.
حضرتك فنان حساس جدا وكل يلي بيكونوا عم بيحضروك بينتقلوا الى عالم من حب، بداخلك قد ايه بتتالم لما تشوف الالم موجود بالمناطق المجاوره؟ رغم انه في امل هون، ولكن قد ايه بداخلك بتتالم لما يكون في الم بدول مجاوره باللي عم بيصير ببغداد، باللي عم بيصير بغزه، باللي عم بيصير بكل الدول؟ يعني احنا اكيد احنا نعيش الحاله كل يوم، يعني نحاول باي طريقه ان 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 نضل نواكب المسيره وان نضل انه الحياه تمشي طبيعيه، تكون نحاول كل في مجاله يكون مبدع، ولازم ما نكون نضعف في 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 وجه الهجمات هذه، ان نستمر في عملنا، ان نستمر في عطائنا، نستمر في ابداعنا، نستمر في محبتنا والسلام، نبحث عنه، نغنيه في كل مكان، ننشر السلام مهما تواجهنا من صعوبات، مهما واجهتنا من مشاهد دموية، أنه يكون هو منظر السلام هو الأنقى هو الأشرف. عندك أمل أنه السلام رح يتغلب على مشاهد العنف والدمار والدم اللي عم نشوف هون خصوصا بالعراق بالموصل، تهجير المسيحيين؟ هل عندك أمل أنه رح نتخطى هالمرحلة؟ أنا متأكد أنه ما في غير المحبة والسلام هي اللي رح تسود، وما في غير الحق هو اللي رح يكون. أعتقد إحنا نسميهم فئة ضالة عندما يعتدوا على إذا كانت على الأديان أو يعتدوا على أي إنسان كان في أي مكان في العالم. إحنا نرفض، إحنا دائما ندعي المحبة والسلام وننشرها، نحاول ننشرها مو بس في بلدنا، مو بس فقط في وطننا العربي، إحنا لا، إحنا نكون مفروض الوجه الثاني لوطننا الجميل، حتى نقدم أحاسيسنا ومشاعرنا. إحنا ناس عندنا عواطفنا ومشاعرنا ونحلم بالأمان والأمن. أعتقد إحنا حالنا حال أي شعب يتمنى العيش الكريم، يتمنى العيش تحت سقف الأمان والأمن لأولاده ولنفسه. أشعر بالبرد، أشعر بالبرد، أشعر بالبرد، فبطي بصور هذه بيعكس صورة لبنان الحضارية والثقافية والسياحية طبعاً، المهرجانات ككل. يعني اليوم نحن عنا بين اليوم وبكرة عنا فوق 10,000 شخص حيكونوا معنا بهاليومين. بدنا نقول إنه المهرجانات واجهت صعوبات عدة هالسنة، أول الأوضاع الأمنية طبعاً، ولكن موسم اصطياف خجول وأوضاع اقتصادية يمكن شوي كانت صعبة، ولكن بفتكر إنه بنقدر نقول إنه تخطيناها، والمهرجانات عم تعيش كل ربع لبنان. مزيد من أخبارنا الفنية مع النشرة التي أعدتها زميلة دارين شاهين. مساء الخير. الفنان ضافر يوسف يختار مهرجانات بعلبك ليطلق رثاء الطيور لأول مرة في العالم العربي، نتابع سويا في هذا التحقيق. رثاء الطيور هي الأسطوانة الجديدة للموسيقي التونسي ظافر يوسف،
الذي يخصص لبنان في العالم العربي بالقيام بحفلة استثنائية ضمن فعاليات مهرجانات بعلبك الدولية في 10 آب 2014. ظافر يوسف هو فنان تونسي ذو طابع عالمي يأتي إلى بعلبك بعد خبرته في لندن سيمفوني أوركسترا مع العديد من عازفي الجاز العالميين. أنا نحب نمشي لبعلبك مهما كان الوضع في بعلبك، بدي أروح هوني. يعني أنا من تونس وبدي أروح بعلبك، يعني فهمت؟ لأنه بالنسبة لي حلم عم يتحقق، أنه سأقف على مطرح بعلبك من أجل أني ألعب الموسيقى، يعني الموسيقى تبعي. نحب نقول للناس تبعوني، نمشيو لبعلبك، نعملوا الكونسير، نحلقوا في السماء. لثلاث طيور اللي هو بورد ستريك بيام، عمل سجلته في فترة مهمة جدا في حياتي، واعتبر انه النقلة موسيقيا وحتى انا كشخص، يعني صارت اشياء خلتني نتأثر برشا في وقت العمل نفسه. فقدت انسان مهم في حياتي، وحسيت انه جي بلو بيزوان دو مي جوستيفي كوميزيسيان، معناته ما عادش عندي، مش لازم اني ابرز العضلات الموسيقيه، بالعكس انه حبيت اعمل الموسيقى اللي 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 تاخذ اكثر وقت، اللي فيها اكثر سيلونس، اللي اكثر فيها حميمي. نشيد ديني كبرت بها، يعني التصوف مش غريب عني بالمره، حتى انه كنت يعني مؤذن في جامع في مدينتي طبلبة، ولاني مغروم بالحلاج، مغروم بالرومي، مغروم بالناس هذم اللي نعتبرهم يعني الهام مهم بالنسبه لي. يعني نسميها موسيقى ظافر يوسف، او فيها تصوف، فيها جاز، فيها موسيقى كلاسيك، فيها موسيقى ايرانيه، فيها موسيقى افريقيه. وما اعتبرش نفسي بالمره متصوف، والا جازمان، والا ميوزيسيان كلاسيك، والا وورد موزيشن. يعني للتحليق الى عالم اخر في مكان ساحر كما بعلبك، الفو با غاتي سي مومون. دارين شاهين، قناة الجديد. الفنان دجور عاد يحلق في سماء بيروت ويطلق أنا بشهد لك. بعد أن طار في سماء بيروت، جو رعد يطلق أنا بشهد لك. كنا عم نحكي عن الأغنية الجديدة أنا بشهد لك، بدي أعرف منك مين الموزع والملحن والكاتب؟ طبعاً الحصة الأسد مثل ما بيقولوا لويسام غزاوي بالألبوم، تقريباً هو أكثر الأغاني، شي 12 أغنية أو 13 أغنية عم بيوزعون. في أغنيتين وزعوا مدحت خميس. نحن الأغنية نزلناها هلأ، إن شاء الله غنيتها بأسواق بيروت، أطلقتها بأسواق بيروت، وإن شاء الله أطلقتها بالهوى. أطلقتها بالهوى. تحرص دائما انك تكون باستعراض راقص، يعني فينا نقول انك فن استعراضي كمان بتقدم، مش بس فن، مش بس بتغني. شوفي حقلك شغله، في مفهوم للفن الاستعراضي بالعالم العربي هو شوي غلط،
انه برايهم انا ما قلت غلط لا لا مش غلط لا حقول لك كيف بيفهموا انه هن برايهم انه اللي بيعمل استعراض انه هو ما بيغني كثير منيح او بيكون صوته فمن هيك هو بيعتمد على الاستعراض كرمال يغطي على المغنى في منهم هيك بيعتمدوا انا بقول لا غلط هيدا الشيء اللي بيعتمد على الاستعراض هيدا بده قوي وبده يبين نحن بعصر الصوت والصورة كمان أوكي لا بس حقول لك يعني لا لازم نشوف لا شيء حلو اي اكيد لا لقول لك مزبوط بتشوفي شيء حلو وهيدا بده جهد اكثر من المطرب اللي بيكون واقف انا اليوم لما اكون واقف عم غني بقدر بعطيك النوت بطريقه اوضح واحسن واسهل بينما ما انا بدي ارقص بتغني وأعمل لايف ما بغني الا لايف نار عم تحرق ايدي شو اللي تشوفه بعيني حتى لمسة الحنين صعب على الموزع ينتقل من فنان صف أول مثل راغب علامة لفنان بعده طالع جديد بعد ما عرفنا بأي خانة بدنا نصنفه وهيدي الحالة شفناك أنك أنت ما ترددت ودغري فتت ويمكن مغامرة لك أنك تفوت مع جو دغري كيف حتى غمرت؟ جو بيساعدك بشغلة فنان تاني ما بيساعدك فيها مآمن بجملة بتقول go big or go home يعني هو بده يروح كبير دائما بكل شيء ما بده يروح على بيته وقت بنسمع نحن موسيقى منا كلاسيك ميوزك منا حدا منا موسيقى عادية بيروح عليها نحن أصلاً كموزعين وكأي حدا بيشتغل بحق الموسيقى بحاجة دائماً إنه يكون عم بيبلوس شيء جديد مع جو اكزاكتلي مع جو ببين جديد من برمانة دارين شاهين قناة الجديد هيدا كان كل شيء باي وفي ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين الاحتلال يصعد عدوانه بعد أسر القسام ضابطا إسرائيليا جنوبي غزة والأمم المتحدة وواشنطن تدعوان إلى إطلاق الأسير من دون شروط في الخاص فلسطينيو الموصل تهجيران في عمر واحد وصيحكم مسلم بكفي أنا حزب الله والجيش السوري ومعركة الشطرنج في القلمون كان في النشرة أيضا رحيل نجم الكوميديا العربية قرص ابن المعلم الزلافي اتهزم يا رجال سلام سلام يا صاحبي سلام سلام يا صاحبي كان هذا كل شيء شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء